اهلا وسهلا بكم مره ثانيه اعزائنا المشاهدين مشاهدي برنامج الحصاد. النهارده احنا هنطرح قضيه للمناقشه، وهي ما هو المطلوب من وزير الزراعه القادم. خلينا ارحب بضيوف الاول في بدايه الفقره، الاستاذ متولي سالم مسؤول الملف الزراعي بجريده المصر اليوم. اهلا وسهلا بفندم. اهلا حضرتك. الصحفي والاعلامي الزميل الاستاذ محمود البرغوثي رئيس تحرير جريده الارض. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. النهارده يعني مجموعه كبيره جدا من القضايا والملفات المفتوحه، ملفات شائكه النهارده بيعاني منها الفلاح. لسه كنا بنتكلم من شويه بنقول ان الملفات المفتوحه ومشاكل الفلاح النهارده هي احد اسباب انحسار الرقعه الزراعيه، هي احد اسباب التعديات على الاراضي الزراعيه، هي احد اسباب الهجره الداخليه. موضوع الزراعه النهارده لما بنتكلم فيه احنا بنتكلم على مشكله لها ابعاد اجتماعيه، ويمكن بتشكل خريطه مصر الاجتماعيه بشكل او باخر. النهارده العواصم والمدن كلها بتضج بالزحام الناتج من الهجره الداخليه من الريف ومن الصعيد الى المدن بحثا عن لقمه العيش بعيدا عن الزراعه، في حين ان احنا كبلد مصنفين حتى في القران الكريم كبلد زراعي. يعني القران الكريم تكلم كثيرا عن محصولات مصر، عن محاصيل مصر، يعني اتكلم يعني قصه الفراعنه اول فلاحين في العالم، اول من استزرع الارض كانوا خزائن الارض من الغلال كانت عندنا في مصر. النهارده ملفات كتير شائكه جدا يعني في انتظار حلها. خليني الاول اسال استاذ متولي سالم. استاذ متولي، النهارده لما بنتكلم ونقول ما هو المطلوب من وزير الزراعه القادم، يبقى المفروض نفتح كام قضيه او كام ملف؟ بالنسبه لوزير الزراعه الجديد طبعا هو بيرس تركه ثقيله اصلا، يعني للاسف حصل في الفتره الاخيره سقوط مدوي لوزاره الزراعه من ناحيه ما تم تداوله من قضايا الفساد غير متوقع، رغم ان الفساد في وزاره الزراعه يعتبر اقل من الفساد في الوزارات الاخرى، ولكن للاسف لان وزاره الزراعه من الناس البسطاء فالامور بيدخل فيها النطاق العامه بيتكلموا فيه، لانها مرتبطه بحياه الناس اليوميه وبتهم قطاعات كثيره جدا، فعشان كده دايما التركيز والاصبات على اي فساد يحصل في وزاره الزراعه. فطبعا اهم اولويه بالنسبه لعمل الوزير الجديد هو مش المقصود ان هو عاوز يبقى عنده فيجن، لا، ترتيب البيت من الداخل. لازم يشوف اماكن الضعف واماكن القوه في وزاره الزراعه عشان يستغل كل موقع قوي استغلال القوه فيه، والضعف لازم يقويه. دي حاجه. الحاجه الثانيه لابد من يكون هناك تنسيق بين الاجهزه والقطاعات. للاسف معظم القطاعات والهيئات التابعه لوزاره الزراعه تعمل في جزر منعزله، ويعني يمكن تدخل في نطاق الصراع سواء على المستوى الداخلي او صراع وزاره الزراعه مع الوزارات الاخرى، فبالتالي ده كله بيؤدي الى ان الرساله بتاعت وزاره الزراعه بتكون رساله ضعيفه. فطبعا المهمه الاساسيه اللي قلناها ترتيب البيت من الداخل، ترتيب البيت اللي بين وزاره الزراعه والوزارات المعنيه الاخرى عشان ضمان كفاءه العمل. ولازم يكون كل التصريحات اللي كنا قبل كده للاسف كنا احد المشاركين فيها، ولازم نعترف ان احنا كاعلاميين كنا مقصرين. احنا ركزنا على التصريحات وكنا بنركن الى حسن النوايا، وللاسف بخلاف حسن النوايا طلع الواقع اليم جدا، واحنا عاوزين لا نكرر تجربه الماضي بالنسبه للتعامل الاعلامي مع الوزير الجديد، ولازم يكون هناك شفافيه في الاعلام، ولازم يكون هناك صدق وحسن نيه من الوزير الجديد. اكيد يا فندم. الاستاذ محمود البرغوثي، اولا يعني انقل لك تحياتي على اداء جريده الارض، وخصوصا في الفتره اللي فاتت. يعني جريده الارض كانت من الجرايد اللي يعني نورت كتير وادت انذارات كتير بان في كارثه وشيكه في وزاره الزراعه. بشكر حضرتك على الاداء المتميز والمهنيه والاحترافيه اللي قدمت بيها جريده الارض مشاكل وزاره الزراعه في الفتره اللي فاتت. ولكن خليني اقول لحضرتك برضو اطرح عليك سؤال. النهارده بنتكلم عن تصريحات كتير جدا، وزاره الزراعه في الفتره اللي فاتت طلعت تصريحات كتير، مشروعات كتير جدا قوميه، مشروعات كبيره، مشروعات النهارده يعني الفلاح كل يوم بيسمع احلام جديده، كل يوم بيسمع وعود جديده، واللي بيوصل له في الاخر لا شيء. حضرتك بترجئ ده الى الفساد فقط ولا بترجعه الى وجود عجز او مشاكل في اليات تنفيذ المشروعات الكبرى والوعود اللي وعدتها وزاره الزراعه للفلاحين من قبل؟ هقول لحضرتك على حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا طول عمري عندي تحفظ على كلمه فساد. كلمه فساد انا دايما بقول عليها مخالفات.
المخالفة تتحول إلى فساد حينما يتم التحقيق فيها وحينما يحكم فيها القاضي النزيه ويصدر حكمه أن ده فساد. لكن ما رأيناه للأسف الشديد في الفترة الأخيرة، يعني مش هننتظر أن قاضي يقول، لأنه قد يكون القاضي في النهاية كمان هو رجل الشارع والفلاح والموظف نفسه. وزارة الزراعة زي ما أنا سمعت، ده مش وصفي، أنا زي ما أنا سمعت وده حقيقة، المفروض أنها تكون أقوى من كل الجيوش العربية. وزارة الزراعة في مصر بالذات فيها ما يتعدى ما يفوق 1.3 مليون موظف، سواء مثبتين أو مؤقتين أو هامشيين أو يستأجروا باليومية في قطاعاتها. ترتيب البيت من الداخل زي ما قال أخويا وشيخ الإعلاميين الزراعيين متولي سالم، ترتيب البيت من الداخل أعتقد ده من وجهة نظري أنا ليس مهمة وزير الزراعة القادم، خاصة إن إحنا بنقول له قدامك 4 شهور. بالظبط. لو إحنا شغلناه في ترتيب البيت من الداخل، إحنا بنقول لهذا الرجل اللي جاء الله أعلم هو مين، أنت تجري وراء أرانب سودة في أوضة ضلمة، مش هيلحق يعمل حاجة. أنا من وجهة نظري عاوز أوجه رسائل مباشرة، أولا حتى للوزير القادم علشان ما حدش يقول إن أنا عندي ممالأة لمين اللي جاي، ما لم يأتي وزير زراعة من الغيط يعني يتميز بأنه عنده رؤية سياسية ورؤية فنية من واقع الغيط، تمام، ثم خبرة بدهاليز الحكومة، سنمر بنفس المراحل التي تمر بها الزراعة المصرية من بعد 84 حتى الآن. وزير الزراعة يجب ألا يكون مجرد أكاديمي، وزير الزراعة يجب، كنا نتمنى أن يكون مهندس اتربى في دهاليز وزارة الزراعة مما كان عمره 22-23 سنة وترقى إلى أن وصل إلى أن يستحق وزارة الزراعة، أو أن احنا نجيب عالم يكون فني إيده في الغيط فعلا، تمام. مطلوب من وزير الزراعة أنه يستعين بالجهات الرقابية لتحييد على الأقل فساد الفاسدين في كل قطاعات الوزارة، لتحييدهم يستعين بالجهات الرقابية عشان يعرف يشتغل. الجهات الرقابية توسع له مجال لأنه يعمل فقط لغير، لأن المهمة إحنا بنقول 4 شهور. 4 شهور دي أولا هو مش هيلحق لا يحط رؤية ولا ينفذ رؤية سابقة، ده هو نازل المفروض يدور مفاتيح. طب عشان يدور مفاتيح وبالفعل يعلم، أنا عاوز أقول له تعالى مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ فات عليه كم شهر، ده كان أعتقد في مارس، مارس يعني فات عليه تحديدا 6 أشهر. كل ما نشر في وسائل الإعلام المصرية كانت بتقول أن مشاريع الزراعة تستأثر بحصة الأسد من مؤتمر شرم الشيخ. طيب أنا عاوز حد يقول لي هل زرعنا شجرة واحدة في مصر بعد مؤتمر دعم الاقتصاد في شرم الشيخ؟ هل أضفنا إلى الرقعة الزراعية فدان واحد رسمي؟ قد يكون فلاحين مصر أو المستثمرين الصغيرين في السكر. الكلام كان مرتبط بمشروع 1.5 مليون فدان. ما هو أنا بتكلم على حاجة، كل من وعدوا من رجال الأعمال المحليين المصريين أو المستثمرين العرب أو الشركات الأجنبية الكبرى وقدموا عروض حقيقية وتلقوا عروض على مشاريع حقيقية لم يبدأ العمل فيها، بسبب أنه كل وزير أو كل رئيس قطاع أو كل مسؤول في الدولة كان خايف أنه ياخد القرار. أنا نفسي شخصيا وليس سرا سألت السيد الأستاذ الدكتور صلاح هلال، ربنا رب معاه في أزمته الحالية، قلت له ممكن تقول لي 183,000 فدان بتوع المنيا بتوع شركة القناة للسكر، وده مشروع واخد قرار جمهوري وتم انتزاع الأرض، القوات المسلحة وافقت على التنازل عن الأرض لصالح هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لأن الراجل ما قدم دراسة يزرع 150,000 فدان بنجر سكر ويعمل مصنع داخل المشروع ويوظف 5,000 فرصة عمل مباشرة في المزرعة ويعمل زراعات تعاقدية على 50,000 فدان بنجر أخرى من مزارعي ال5 محافظات الرئيسية للزراعة في الصعيد. المشروع ده كان هيعمل ايه؟ هل تتخيل ان الدكتور صلاح هلال مرة اخرى بقول ربنا معاه يقوم يقول لي يا محمود بيه ارض مصر ليست للتسقيع؟ قلت له عفوا القناة للسكر دي يملكها رجل اعمال عربي معروف اسمه جمال الغرير، حضرتك شوف اقل مستشار عندك يدخل على جوجل ويكتب جمال الغرير، هو جمال الغرير محتاج يسقع ارض في مصر؟ قال لي انا عارف ان هو يعني رجل بنكر كبير. جمال الغرير من الامارات.
رجل إماراتي يمكن تمام. ويزرع في ناميبيا ويزرع في السودان ويزرع في باكستان تمام. في دبي طيب فعلا. مشروع زي ده مش مئات المشاريع لم تنفذ. إيه السبب؟ بسبب تشابك الهيئات، بسبب تضارب القرارات، بسبب التشريعات المعوقة، بسبب التشريعات المغلة للأيادي. التشريع يجب أن يقيد الأيدي عن الهوى فقط لا غير، لكن يدفعه أيضا. مطلوب من السيد رئيس الجمهورية أن يراجع كل التشريعات الموجودة، ليس على صعيد وزارة الزراعة فقط، وإنما على صعيد كل الوزارات، لأن الوزارات أدائها تعرف. وزير التموين النهاردة ممكن تلاقيه يتعدى على اختصاصات وزير الزراعة، وزير التجارة الصناعة والتجارة الخارجية ممكن يعوق أداء وزير الزراعة. صحيح. ده حصل في فتح باب استيراد القطن واحنا داخلين على حصاد القطن بتاعنا، ووقف تصدير الرز واحنا بنحصد الرز بتاعنا. قرارات يعني تقول لك ان دي ايه؟ دي مؤامرة. لسه هنرجع لفكر المؤامرة تاني، لكن والله ما فيش وقت لا الفكر المؤامرة ولا المزارع النهارده مستحمل. النتائج تؤكد انها مؤامرة، النتائج تؤكد ان البنك الدولي لا يزال يسيطر على مجموعة من الرجال الموجودين في الحكومة لتعويق أداء القطاع الزراعي في مصر، اللي لو وقع مصر وقعت بلا جدال. على فكرة برضو تعليق عن الأستاذ محمود، فعلا المؤكد أن هناك تضارب أصلا في القوانين والقرارات، وأن التضارب في القرارات والقوانين المنظمة لكل الاستثمار في مصر يؤدي في الآخر إلى عدم وجود استثمار. دي حاجة. شلل. الحاجة الثانية عندنا داتة المعلومات غائبة. ثالث حاجة عندنا في شكوك حتى في المعلومات نفسها. يعني انت على سبيل المثال الاحصاءات الخاصه مثلا بزراعه القمح المساحات، عندك اكتر من 5 جهات في وزاره الزراعه بتصدر تقارير عن المساحات. الخمس تقارير مختلفين عن بعض، كل واحده بتدي رقم، ما يقعدوش مع بعض عشان يدققوا حتى الرقم. حتى الاتجاه صوب تدقيق الارقام غير موضوعي ومش مبني على اسس علميه. وبالنسبه للتضارب في القرارات والهيئات والقوانين، كان في مشروع اتعمل سنه 2008 لتوحيد القوانين والقرارات المنظمة العامة في وزارة الزراعة ضمن مشروع يسمى اسم مشروع إرادة. وللأسف بعد 25/2011 توقف المشروع. كان المفروض المشروع ده بينقي أكثر من 5000 قرار وزاري وأكثر من 7 قوانين وأكثر من 70,000 مسودة مشروعات قوانين قبل كده من أيام لما كانت مصر تابعة للسلطنة العثمانية، لأن في قوانين حتى الآن ترجع لأيام السلطنة العثمانية. فللاسف ما فيش، كان بعد ما خلاص هيتم المراجعه حصل اللي حصل وتوقف المشروع. وطبعا من مصلحه الفاسدين والناس اللي مش عاوزين مصلحه مصر وقف هذا المشروع. المفروض احياء المشروع مره ثانيه وان هو يعود للنور عشان نعيد هيكله وزاره الزراعه ونعيد الدور المفقود لوزاره الزراعه. لكن برضو خليني يعني القي بنقطه مهمه جدا، يعني حضرتك الا ترى النهارده يعني لما احنا مستنيين وزير هيقعد فتره صغيره جدا لحين مجلس الشعب انه يتشكل، وبعد كده الوزاره كلها هتستقيل وهتيجي وزاره تانية. الشهرين دول يعني حضرتك مش شايف ان اهم حاجه في الشهرين دول النهارده ان احنا ندي الفلاح زي ما تقول قبله حياه، يعني امل بسرعه؟ ازاي نطمن الفلاح النهارده في الشهرين دول ان الوزاره موجوده في وزير جديد؟ اطمن. هقول لحضرتك الحاجه، كل مشاكل الزراعه المصريه معروفه. لو انت مشيت بالتوقيتات معروف في الصيف مشكله ايه وفي الشتاء مشكله ايه، مشاكل تسويق، مشاكل زراعة، مشاكل أسمدة، كلها مشاكل معتادة. ترجع 40 سنة، ترجع 50 سنة، هي نفس المشاكل. بس للأسف مفيش حد عايز يفهم، أو ما أنا صح مفيش حد عايز يحل. لو أي وزير، ما أنت عارف المشكلة، وإحنا دلوقتي المشكلة مش كل سنة أسمدة، معروف في الصيف في مشاكل مية، في نقص المية. لما أنت عارف كل سنة، هو لازم نتعامل كل سنة بطريقة تانية؟ لازم يكون عندك التعامل مع الأزمات بدون استراتيجية. أنت مستني لما تقع في الأزمة وتعمل، المفروض أنت أساسا ده هي متكررة. أنا حتى يعني مش عاوز أقول يعني في فرق في الوصف، حتى ده أنت لو اديت لأي حتى كائن حي بخلاف الإنسان هيقدر يحل المشكلة دي. ليه إحنا المشاكل تتكرر ولا يوجد لها حل حاسم؟ ده تساؤل. أكيد ده هيكون مطروح على أجندة الوزارة. عندي أيضا لو سمحت رد على سؤال حضرتك، هو أنا ممكن يبقى عندي 10 عمارات مبنية، عندي أنا في شركتي أنا الخاصة 10 عمارات مبنية ومقفولة، اللي محتاجه لمبه واللي محتاجه معرفش شويه سباكه، واسيبهم خالص واروح اقول انا هبني 10 عمارات تانيين؟ اكيد لا. انا بقول مصر الان محتاجه الى وزير زراعه مخلص، يقعد مع رئيس الجمهوريه شخصيا ويقول له يا ريس
الآن لسنا في حاجة إلى مليون ولا مليون ونص فدان، نحن في حاجة يا ريس إلى إنقاذ 8.5 مليون فدان القدام اللي احنا بنزرعهم وبناكل فيهم من الخراب. عندنا مشاكل في الري في كل غطنة في نهايات الترع، عندنا 40% من مساحاتنا الزراعية بتروى من الصرف الصحي، ومعنى انك بتروي من الصرف الصحي يعني انت ما قفلتش بلوعة الامراض الوبائية اللي زي الفشل الكلوي والتهاب الكبد الوبائي. عندنا حاصلات زراعية بترفض من التصدير بسبب الاستخدام غير الآمن أو السيء أو الرديء للمبيدات. عندنا بلاوي كتيرة جدا، عندنا مشاكل. أنا إزاي عندي بنتج؟ أنا ما عنديش مشكلة في الإنتاج. خليني برضو أرد على حضرتك في الموضوع ده يا فندم. أنا طرحت نفس السؤال برضو لما يعني قلت في مشروعات النهاردة بتتكلم عن العاصمة الجديدة، وفي مشروعات النهاردة بتتكلم عن التفريعة يعني قناة السويس الجديدة، وكان الوقت ده في عندنا أزمة في الكهرباء، وطرحت نفس السؤال قلت يعني هي المصانع اللي هتشتغل ولا قناة السويس الجديدة ولا العاصمة الجديدة دول يعني هيشتغلوا بالبطارية ولا هينوروا الفسفوري؟ انت عندك ولكن برضو لقينا يا فندم إن الدولة كان لها خطة في إنها تحل أزمة الكهرباء، والنهاردة بقى عندنا فائض في الكهرباء وبقينا يعني مستعدين إن إحنا ندخل في مشروعات جديدة. لكن اللي حضرتك بتتكلم فيه مظبوط وسليم. خلينا أطرح عليك سؤال تاني. النهاردة دكتور عادل بلتاجي كان عالم جليل وله أبحاث يعني ذات ثقل في مجال الزراعة. دكتور صلاح هلال كان فلاح وبيلبس الجلابية برضو، يعني الموضوع برضو حضرتك مش شايف ان احنا محتاجين مواصفات خاصة في الوزير كمان غير انه هو يكون عالم او انه يكون فلاح؟ ما انا قلت في البداية انا كنت اتمنى مهندس اتربى في دهاليز وزارة الزراعة عارف المشاكل فين. يبقى مشاكل الزراعة زي ما الاستاذ متولي قال، الفلاح عاوز لما يزرع بتكلفة عادلة، ولما يحصد يلاقي منافذ لتسويق محصوله. يبقى 40% من الحاصلات الزراعية في مصر الان بتترمي في الشارع. ليه؟ ما عندكش تصنيع موازي، انت ما عندكش ولا مصنع كونسنتريت بتاع عصاير في مصر، واحنا اكبر دولة عربية وافريقية في انتاج الموالح. نص برتقالنا بيترمي والباقي بيتباع ب 30 قرش اقل من تكلفة انتاجه. البصل بيترمي، الزيتون النهاردة برغم ان انتاجه قليل جدا السنة بسبب العوامل المناخية سعره نازل للارض. ليه؟ لان ما عندكش وزير تجارة خارجية يفتح اسواق للحاصلات الزراعيه بتاعتك في الخارج. النهارده المتحكم في العمليه النهارده اصبحوا سمسره المحصولات الزراعيه، وعشان وفي الدواجن نفس الكلام. وعشان تفتح للحاصلات الزراعيه بتاعتك او اي انتاج عندك في مصر لابد انه يرتبط بالضوابط والمعايير الصحيه العالميه. استخدام ملف المبيدات لازم يبقى فيه امان حزم. يا اخي انت من الزراعه ممكن تبني كل شيء. انت عندك مخلفات زراعيه يعني تقدر بمئات الملايين من الأطنان، لو تم تدويرها هتنتج منها سماد عضوي آمن ونظيف للإنتاج الزراعي، هتنتج منها طاقة كهربائية، هتنتج منها أعلاف طبيعية. تمام، أنت عندك مشكلة في الأعلاف وعندك مشكلة في الكهرباء وعندك مشكلة في التلوث البيئي نتيجة المخلفات. من الزراعة يا أخي مشروع قومي واحد. أنا أدعو السيد الرئيس زي ما دعا في 8 أيام لمشروع محور قناة السويس مجموعة من المشاريع من المحاور. خلينا نقول زي ما قلنا محور قناة السويس، أعمل الصبح محور تدوير المخلفات الزراعية ومعها محور تدوير المخلفات الصلبة. والله هنمشي احنا كلنا بالبدل نقول زبالة للبيع. انت تمشي في دول فقيرة جدا يا أخي، نموذج قدامي زي الفلبين. دول بتستورد المخلفات الفلبين دي. دول بتستورد الفلبين أفقر مننا 100 درجة على خط الفقر، وتمشي علشان تقعد فيها بالعشر أيام أو الأسبوع عشان تصور كم زبالة ما تلاقيش. دي شعوب بتاكل زبالتها ولا بتوديها فين؟ بتعيد تدويرها وبتستفيد منها. الزبالة النهاردة أو المخلفات في أي قطاع دي ثروة قومية إحنا بنهدرها. كان في زميل إعلامي محمد قواشتي كان عامل حملة اسمها الحملة القومية لمكافحة حرق قش الرز. الراجل ده لما قعدت اتكلمت معاه اكتشفت ان قش الرز ده يعني بيقول لي في دول تتمنى انها تزرع رز زياده عشان يبقى عندها قش زياده عشان تصنع منه مصبعات حراريه، تصنع منه اعلاف، تصنع منه اوراق، تصنع منه اساس. يعني النهارده الديكورات اللي حواليك دي النهارده في كل دول شرق اسيا جدران من قش الرز. اكيد في بيوت بتصنع من قش الرز. بمناسبه المخلفات الزراعيه لما نيجي نبص احنا سوق استخدام او اللجوء لحرق المخلفات الزراعيه بيخسر مصر سنويا في حدود 50 مليار جنيه سنويا.
هي تكلفة الظهر البيئي زائد تكلفة الظهر الصحي. بينما أصلا لو تم حسن استخدام المخلفات الزراعية اللي هي البالغة في حدود 35 مليون طن سنويا، تستطيع مصر أن تغطي العجز في الطاقة الكهربية، وفي نفس الوقت توليد الغاز المسال بالنسبة للمخلفات الزراعية، وإنتاج العلاف، وفي منتجات كتيرة جدا أنا شفتها، رحنا شفت تجربة في إيطاليا لاستخدام المخلفات الزراعية، وكان في عرض إيطالي على مصر، عدة شركات إيطالية عرض على مصر إنها تستغل كل المخلفات الزراعية بدل من لجوء لحرق قش الرز أو لجوء لحرق حطب الذرة. دلوقتي لو مشيت كل المجاري المائية، المجاري المائية أصلا كل سنة بنخسر، وزارة الري تدفع سنويا عشان أعمال التطهير أكثر من 3 مليار جنيه. طب يعني معنى كده إن أنا لو أحسنت استخدام المخلفات الزراعية سواء حطب القطن أو قش الرز أو الذرة وعدت تدويره، أول حاجة قال المتلوث الواصل للمجاري المائية، دي حاجة. الحاجة التانية لأن الفلاح فعلا ما بيليش هترمي فيها مخلفاته، بيرميها في الترع فبتتسد، وبعد كده هنقدر نسوق المنتج ده ونحوله يا إما الأعلاف أو إنتاج الوقود الحيوي اللي هو معروف. وبعد كده مش عارف الناس عارفة المشكلة وعارفة الحل، وما فيش حد مقدم على إنه يكون عنده الجرأة إنه يعمل ديشن. طب الفلاح اللي قاعد على الشاشة دلوقتي يا أستاذ محمد منتظر مننا حاجة في السؤال اللي طرحناه، الوزير اللي جاي يعمل إيه عشان يسعدنا ويدينا قبلة الحياة اللي انت عاوز. اقل حاجة يا اخي اللي يزرع فدان يملكه، صح ولا لا؟ ويملكه باصوله. تعالى انا سلمتك ارض صحراوية خالية من اي مرافق، انت رحت قطرت بشقة عمرك وعملت طرق وعملت شبكة وعملت ابار وضيعت حياتك كلها فيه وزرعته وخضرته، الى الان ناس زرعين من 20 سنة مش عارفة تملك مستند شهادة ميلاد الارض دي، تقول له ان انت اللي زرعته وصرفته وعملته في النهايه تاخد بيه شهاده ملك للفدان بتاعك او للارض بتاعتك. اكيد احنا بنتكلم عن منظومه يا فندم، هو الموضوع مش منظومه متكامله. منظومه متكامله النهارده ارض يقول لك ارض هيئه وارض محافظه. صحيح. المحافظه بتطلع ارض اوافي عليها قضاياك يعني. ملناش دعوه بارض الاوافي، الاوافي دي قصه تانية نتكلم فيها في 30 حلقه. صحيح. تمام. لكن في النهايه خالص وزير الزراعه اللي جاي لازم يشوف يدي لكل انسان زرع حقه ويدفع اللي عليه. ادفع عليه. انت لو فتحت النهارده باب التقنين العادل للأراضي الصحراوية المزروعة من 20 سنة وإلى الآن أصحابها ما ملكوش أراضيها، أنت ستسدد 33 مليار مدينة فيها هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية للدولة. تمام. وستغطي العجز وتحقق فائض أكتر من 100 مليار جنيه. وبعدين أنت محتاج تزرع مليون فدان بمستثمرين، والله العظيم ثلاثة بالله لو طلع القرار الصبح المصريين بفلوسهم وبأولادهم يزرعوا 4 مليون فدان في أقل من سنة. من سنة. لكن اطرح الأرض للفلاحين خلوهم ياخدوها للمصريين. إنما النهاردة أنك أنت تعمل خطة قومية تيجي وزارة الري تطرح مناقصة للأبار، البير اللي أنا محمود البرجوتي مكلفه في أرض في الصحراء حفر بمواسير حديد بترمبة بكهرباء بمولد لحد ما يطلع المية يتكلف 450,000 جنيه، ولاقي أبار وزارة الري مطروحة في مناقصة الحفر فقط والكيسنج البلاستيك يتكلف 1,200,000 على نفس العمق ونفس القطر ونفس المواصفات. ليه؟ لأنها طرحت حكومة والشركات كبيرة وشركات تدي، وفي النهاية يصل إلى مقاول الحفر بالسعر اللي الفلاح بيعمله. طب اطرح الأرض يا أخي الفلاح وما تخليش الفدان يوصل 30,000 و40,000 جنيه، الفلاح او المستصلح الغلبان هيكلفه 15,000 جنيه. وجهه نظر حضرتك واصله. استاذ متولي سالم بحسك الصحفي، وخليني اتكلم مع حضرتك بصفتك صحفي، النهارده التخبط اللي حاصل في الاسماء المطروحه يعني لتولي حقبه وزاره الزراعه، النهارده التخبط ده جاي منين؟ التخبط جاي منين؟ اول حاجه ما عندكش اصلا، المفروض كله نظام قلنا معلومات. يعني النهارده في دكتور سعد نصار، دكتور اسماعيل عبد الكريم، محمد فتحي، عثمان، يعني في اسماء اساسا لو الدوله تعتمد على داتا معلومات دقيقه مش هيبقى عنده مشكله، واقدر اي واحد فينا يقول لك مين وزير الزراعه اللي جاي او اي وزير يجي. المفروض في سيفيهات لكل الناس، القيادات او الناس اللي لهم ادوار في تطوير القطاعات اللي المنوط بهم العمل فيها. لو انا عندي السيفي بتاع كل الناس دول، كل الكواليفيكيشن كله بتاع كل الشخصيات، لو دخلت على الكمبيوتر هقول مين انسب واحد، هيبقى سهل الاختيار. انما انت للاسف كلهم عكس بعض، وللاسف كل مرشح ليه توجه معين. ما ينفعش الزراعه دي مالكش غير توجه واحد، توجه فني اللي هو خدمه القطاع الزراعي وتطوير القطاع الزراعي، انما كل واحد محسوب على مدرسه.
فانت بيبقى في صعوبه في اختيار الوزير ده مع مين وضد مين، وحسابات اخرى بتدخل في اختيار الوزير. طب انا عايز يعني برضو اطرح قضيه تانية برضو يا فندم، حضرتك مش شايف ان مركز الوزير او يعني وظيفه وزير الزراعه ده منصب سياسي؟ يعني يفترض ان هو يعني مش لازم يكون فني. ليه كمان بطرح قضيه تانية، النهارده ما فيش استراتيجيه عريضه للدوله، النهارده ليه كل وزير هقعد اناقشه في خطته، مع ان اصلا يعني المفروض يكون في خطه للدوله نفسها، اي وزير يجي النهارده ينفذ خطه الدوله واستراتيجيه الدوله، مش 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 خطته هو ولا استراتيجيته هو، ليه ده مش متوفر عندنا في مصر؟ ما هو للاسف احنا لسه بنقول ايه، ان حتى الاستراتيجيه مرتبطه بالوزير، مش الوزير مرتبط بالاستراتيجيه. هو ده يعني ليه ما فيش استراتيجيه خطوط يعني عريضه للدوله نفسها؟ هي دي المشكله، ان الاستراتيجيه مرتبطه بالشخص، عشان كده حتى الاستراتيجيه اللي بتعملها الدوله بيجي بعد كده يجي واحد يشكك فيها، وزير يجي عشان ايه يهد اللي قبله. يعني للاسف للاسف احنا في مصر المفروض نبني، احنا بنهد، لو واحد مش خطوه قدام التاني يرجع، ده القرارات وزير يعمل قرارات يجي الوزير التاني يهد القرارات، يقول بيدور على القرارات اتعملت، مش يدور ايه القرار الغلط ونصححه، ايوه، والقرار الصح نتاكد بتنفذ، لا بيدور على كل القرارات ويقول لك هد وابني من جديد. والفلاح هو اللي بيدفع، حتى في اختيار القيادات كله زي كده. أنا للأسف مش عارف وقت، للأسف إحنا يعني بندور إزاي نبني وهم بيهدوا، مع إن القيادة السياسية الرئيس نفسه مش عاوز كده. صحيح. يعني في حالة حضرتك قلتها فيما يخص الاستراتيجية، الاستراتيجية اللي هي 2030 اللي الدكتور عادل بلتاجي كان رئيس المجموعة بتاعتها، والدولة صرفت عليها ملايين وشارك فيها أكثر من 70 باحث في مركز البحوث الزراعية، أيوة، واستمر العمل فيها سنوات طويلة جدا، ودي استراتيجية الدولة وليست استراتيجية فرد. من حوالي اسبوعين او ثلاث اسابيع اتصل بي عالم جليل واحد المشاركين فيها، قال لي احنا كنا عاملين النهارده مؤتمر لمناقشه الرؤيه بتاع الاستراتيجيه، لان دي استراتيجيه الدوله، وبعدين التوصيات دي احنا بنوديها لرئاسه الوزراء، ورئاسه الوزراء بتديها للوزير المختص ان هو يقول اه نفذ او ما تنفذش، غير او ما تغيرش او نفذ دي الاول. جالهم تليفون قبل 12 ساعه من انعقاد المؤتمر اللي كان مدعو فيه ناس من بره ومن جوه، علماء اجلاء، أن إلغي المؤتمر. إلغي المؤتمر ليه؟ أصل إحنا بنشكك في الاستراتيجية دي وإحنا بنعمل استراتيجية جديدة. يعني إيه؟ دي على فكرة يا فندم إحنا بنتكلم عن أزمة دولة كمان. أنت بتتكلم عن أزمة مجتمع كامل. ده يعني في النهاردة كمان يعني بنسمع للأسف بعد كل المجهود اللي بذلناه النهاردة ناس بتشكك في الدستور نفسه وبتقول يعني عايزين نعدل الدستور. يعني أنا شايف إن ده كم كبير جدا من اللغط داير في المجتمع المصري، ولا يليق حتى بالمجهود اللي اتبذل سواء في الدستور أو في الاستراتيجية اللي وضعت النهاردة، لسه هنقعد تاني نعمل استراتيجية جديدة عاملة كده زي بالبلدي كده عشان يعني أصدقائنا الفلاحين، عامله زي الطالب الفاشل اللي هو كل وقت يجي ويقعد يكتب يعمل جدول للمذاكره، يجي تاني يوم يغير جدول المذاكره، انما هيبتدي المذاكره امتى؟ ده السؤال اللي اهله نفسهم يعرفوه. للاسف. طيب خليني برضو استاذ محمود اتكلم مع حضرتك على موضوع الاستثمار الزراعي. يعني ازاي النهارده نشجع ملف الاستثمار الزراعي؟ الاستثمار الزراعي من وجهه نظري زي ما قلت لحضرتك برضو كله كلام مرتبط على بعضه، ما ينفعش ازرع وارمي. الاستثمار الزراعي محتاج استثمار موازي في التصنيع الزراعي، التصنيع الغذائي، واحنا مش هنجيب من بره ولا هنصنع العجله، احنا عندنا في مركز البحوث معاهد كتيره جدا عندها وحدات خاصه ذات طابع خاص بدات تصنع الاغذيه. نشوف التجربه الحكوميه الجميله، وزاره الزراعه ليست بالفساد اللي اتقال في الاعلام، انما وزاره الزراعه فيها خلايا تعمل وتسهر وتنتج وتبحث الى الان. وزاره الزراعه هي صمام الامان للبلد، لا هي صمام الامان للبلد، واذا سقط شخص نتيجه ظروف الله اعلم وربنا معاه تاني وتالت، بقولها وزاره الزراعه صمام الامان للبلد. الزراعه هي نواه النهضه لاي امه خاصه لمصر، تمام. التصنيع الزراعي هو الاساس، وما لم يتخذ قرار في التصنيع الزراعي لن تتطور الزراعه المصريه، لانه احد روافد التسويق او تعظيم القيمه او اللي احنا بنسميه القيمه المضافه، هو انا بنتج برتقال هيبقى برتقال لامتى؟ هيبقى ما يبقى عصير، ما يبقى مركزات عصير ونصدرها، صح ولا لا؟ صحيح. ما يبقى مربات، ما يبقى حاجات كتيره جدا. يعني اثرت نقطه مهمه جدا،
مركزات العصائر، مركزات العصائر مصر جمهورية يعني مصر العربية. العصير اللي انت بتشوفوها ديت فيها نقطتين من مركز العصير والباقي ميه بسكر، ومصر لا تصنعه. جمهورية مصر العربية، خلينا بقى نقول للشعب جمهورية مصر العربية اللي عرفت الزراعة من أكتر من 7000 سنة ما فيهاش ولا مصنع عصائر، ولا مصنع مركزات عصير، كلها مصانع تستورد المركزات من بره وتحط عليها مية وتحله في مية سكر ومادة حافظة وبيع. للأسف تخيل بقى أن مركزات العصير في دول الخليج اللي هي ما عندهاش أصلا زراعة وترجع تاني تصدر للعالم مثلا مركزات العصير دي مشكلة. يعني أقول لحضرتك حاجة، أنا حضرت في أحد المؤتمرات الدولية، تخيل مثلا إسرائيل اللي هي برضو مواردها المائية محدودة لا يتجاوز نصف مليار متر مكعب، عندها تنتج سنويا قد ايه مركزات عصير؟ 2.5 مليون طن مركزات عصير بتوديهم اوروبا مطلوب المركزات العصير الاسرائيليه. ال 2.5 مليون طن دول قيمتهم قد 10 مليون طن مركزات عملتها مصر. ليه؟ لان احنا حتى الان لسه مش موجود السيستم الخاص بالتصنيع، ما عندكش هيئه لسلامه الغذاء، ما عندكش جهاز بيراقب على جميع المراحل التصنيعيه، المواد الغذائيه بالذات. للأسف عندنا كل وزارة بتشتغل لوحدها، لسه بنقول كل وزارة بتعمل في جزء معين، انما لو كله مع بعضه هنطلع من اكبر الدول. انت لك ان تتخيل مثلا على سبيل المثال عندنا في الطماطم 50% من انتاج مصر من الطماطم كله معدوم صفر، والفلاح بيفلس بسبب زراعة الطماطم، مع ان هاينز كل الشركات الامريكية يعني والاوروبية وكده شغالين في القصة دي. اكتر حاجة مربحة هي عمليات التصنيع لكل المنتجات الزراعية. مصر بتفقد سنويا في حدود 20% من انتاجها الزراعي بسبب سوء التداول، سواء في مراحل ما بعد الحصاد او خلال النقل او خلال التخزين. صحيح. يعني احنا ممكن لو طورنا المنظومه دي هنكسب 20% من انتاج الزراعي. هو برضه فندم عشان حضرتك تطور المنظومه ديت، احنا لسه كنا بنتكلم في الفخر اللي قبل ديت عن موضوع القطن النهارده، عشان يعني الفلاح النهارده عشان يلتزم مع حضرتك بمنظومه تحسين الاداء هو عايز يكسب اكتر. يعني اذا كان هو دلوقتي يعني يقول لك انا دلوقتي ما بكسبش، كمان عايزني اجيب ميكنه وما اكسبش اكتر يعني واتكلف اكتر. في موضوع القطن مثلا كان في موضوع الجني المحسن ان احنا بنجني على مرتين عشان اللوزه اول ما تفتح ناخد القطنه النظيفه نشيلها على جنب ونستنى التانية لما تفتح. بيقول لي يعني الفلاح النهارده بيقول لي وانا لسه هجيب ناس تجني مرتين وادفع لهم مرتين عنه ما طلع النظيف. على فكره عشان كده احنا عندنا مشكله، تعميم المكان الزراعيه بيقلل من تكلفه الانتاج. نيجي احنا عندنا مشكله في الحيازات الصغيره، يقول لك ايه كل واحد عنده قرتين، عنده 5 قريت 6 قريت. الدولة حتى الآن غير جادة في ما يسمى مشروع تجميع الحيازات الزراعية، مش عاوزة تقدم حاجة تكسب فيما بعد. لو احنا عملنا مشروع تجميع الحيازات الزراعية من خلال برنامج إرشاد قوي، من خلال الجمعيات التسويق أو الجمعيات التعاون الزراعية، ونستجمع مع بعضية، حقلل تكلفة الإنتاج، هرشد في استهلاك المية، هرشد في استهلاك المبيدات، حقلل معدلات التلوث، الإنتاجية تبقى أعلى، يبقى هيكسب. طيب لمصلحة مين بقى؟ أحييك. إن الفلاح ما يكسبش. نموذج بسيط اللي هو ان احنا نتحول الى النمط الاستهلاكي، نكون شعب مستهلك. ان احنا نستورد الفاتوره السنويه 40 مليار جنيه نستوردها هي فاتوره قيمه اللي هي المواد الغذائيه، لا يبقى في ناس مافيا معينه هي مصلحتها الابقاء على ان الزراعه المصريه تكون زراعه متخلفه، ما ندخلش العصر المتقدم عصر حديث. اكيد اكيد. النقطه دي هزيد عليها حاجه عشان برضه انا مع الاستاذ متولي دايما بجيب نموذج عملي حي، لان انا في الغيط كل يوم. أنا راجل عندي زيتون وجاري زارع رمان، الرمان ده بيجيب الذبابة، أنا برش النهارده وجاري مش فاضي يرش، ما معاش فلوس يرش، تمام؟ اللي أنا عملته النهارده تاني يوم بتهد. فالتجميع المحصولي ده مهم جدا، مش الدورة الزراعية القديمة، لا على الأقل التجميع. مفيش، إحنا عندنا زراعات عشوائية لأن الدولة فرطت إيديها. مفيش النهارده حتى جمعيات الاستصلاح ما عندهاش صلاحية إنها تنزل الصحراء تقول المكان ده كله زيتون، المكان ده كله رمان، مفيش الكلام ده. انت لو عملت كده تقدر تعمل حتى زراعات تعاقديه للجني ثم للتصنيع او صحيح. للتصدير. كلام حضرتك سليم، كلام ما عندناش سليم. رؤيه لتعظيم القيمه المضافه من الانتاج الزراعي ابدا. الفلاح علشان يحب الزراعه تاني ويحب ارضه تاني، وما تلاقيش في القاهره بعمل كلوزنج للمقدمه اللي انت قلتها مرات المرور، الفلاح عاوز ارض عافيه، والارض العافيه عمرها ما تبقى الا بترع فيها ميه نظيفه، ارض متوفر فيها السماد بالسعر العادل، لما ينتج يلاقي حكومة بتقول له تعالى عندنا مادة 29 من الدستور بتلزمنا ان احنا على الاقل ان محصولك يتباع بالسعر العادل. هنلاقي هتلاقي تسويق، هتلاقي تصنيع، هتلاقي ايادي مفتوحة تشتري منك المحصول. ليه ما يزرعش ارضه؟ الارض في مصر لا تزال هي العرض
حتى لو بايرة. أكيد يا فندم. يعني في نهاية لقائي بحضراتكم بشكركم جدا، كنتم ضيوف أعزاء على شاشة مصر الزراعية، الأستاذ متولي سالم مسؤول ملف الزراعي في مصر اليوم، نورتني يا فندم. شكرا شكرا لحضورك. الأستاذ الإعلامي والصحفي محمود البرغوثي رئيس تحرير جريدة الأرض، متشكر جدا يا فندم، وكل تمنياتنا لجريدة الأرض بمستقبل باهر إن شاء الله يا فندم. شكرا يا حبيب الله. شكرا يا فندم. شكرا جدا. بنتمنى دائما الخير والسلامة لمصر، بنتمنى نسمع تاني إن مصر رجعت مصر بلد زراعية وفي الصدارة. يعني أمال كبيرة جدا على مجلس الشعب القادم إن شاء الله، وكمان أمال يعني في حلول سريعة جدا في الوزارة اللي جاية إن شاء الله. بنتمنى إن الفلاح يعني في الفترة اللي جاية القليلة اللي قبل مجلس الشعب يحس برسائل تطمين، يحس حتى ولو مشكلة واحدة من مشاكله اتحلت بشكل نهائي. في النهاية لازم أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وأشوفكم إن شاء الله مرة تانية على خير. لكم مني ومن طاقم العمل كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.